كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلسلة دروس تجويد تطبيقي سوره عادیات تمام شد و سوره قارعه درس ما می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القا إظهار قمريس. القاري قاف مفخم ألف مفخم راهم كسر ضرب أليك. القارعة تي مربوطة در حالة وقف بها تبديل مشوات. ملقا إنجاهم إظهار قمري قاف مفخم ألف هم مفخم شن ما قبل ألف حرف مفخم. ملقاري را كسر ضرب أليك مفخم تلفظ نشوات باريك. ملقارعة وما مد منفصل أد دل قلقل را مفخم. أد را كرا استاذ زبر در مدي أسلي يك ألف كشم شوات. أد را كمل قارعة إنجا هم ألف مفخم قاف مفخم را بارك. يوم واو لينس يكو واو مدة يكون إدغام شمسي نون مشدد باندازية كالف غنة. يكون الناس كالفرار مفخم جن فتح در ألف مدة كالفراش المب بقلقلة مبثوث مد عارز وقفي وتكون الواو مدة وتكون الجبال ألف مدة كالعهن كالعه هوازح بحا تبدلنا شباب كالعهن من بعد أذن ساكن حرف إخفاء وقشطة إخفاء صرت مجرى منفوش مدي عارز وقفي طول توسط قصر سي ألف دو ألف يا كلف. فأما ميم مشدد بأندازية كلف غنى ألف مدة. فأما من ثقلت إخفاء من ثقلت موازي يي مدة موازينه هاتشبا بيشترى سلي صغرى موازينه در حالة وقف موازينه فهو في يي مدة عيشتر بعد التنوين حرف الراء وقشد إدغام بدون غنة عيشتر را را مفخم راضية بات أسحروف مستعلية تي مربوطة در حالة وقف بها تبدل مشوات راضية. وأما ميم مشدد بأندازية كلف غنة ألف مدة من خفت إزهار بعد أزمن ساكن حرف خواقي شده كشنا شوات من خفت اشتباه من خفت خا مفخم موا واو استتزبر درمدي أسلي موازينه يي مدة. فأمه من مشدد أندازية كلف غنى ها جبا بيش درمدي أسلي سلي صغرى هاوية تي مربوطة در حالة وقف بها تبدل مشوات. وما مد منفصل أد دل قلقلة را مفخم وإستاد الزبردر أدراك ما هي نار بعد التنوين دو بيش حا وقشدة إزهار نار حا نار حا ألف مدة حامية إنجاهم تي مربوطة در حالة وقف بها تبدل مشوات حامية.